ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على برج الدلو وتوقعات شهر نوفمبر لعام 2021 لبرج الدلو. احنا لازم نكون واخدين بالنا كتير خلال الشهر ده، على قد ما هو شهر ايجابي وفيه خطوات كتير مهمه وفيه بدايات كتير لذيذه وفيه اقدر اقول نوع من انواع التقدم في الامور المهنيه بشكل قوي، الا ان احنا عندنا اجواء يعني مهم جدا جدا انك لازم تاخد بالك، لان في بعض العكوسات اللي هتكون موجوده خاصه على الصعيد العاطفي. يعني لازم تكون واخد بالك اكتر في الامور العاطفيه، ان الشريك هيبقى عايز يقرب منك او عايز يساعدك، بس انت هيبقى عندك نوع من انواع النفور او نوع من انواع ان انت فاهم غلط كل حاجه، لدرجه انك انت ممكن تغلط او تخطأ في ظن معين بعدين تكتشف ان انت كنت غلط فاحاول اني اصلح فيجي الوقت اللي مش مناسب. لازم تكون حريص جدا جدا ان انت ما تتصرفش تصرفات انفعالية، تبتعد عن ان انت تكون على طول سريع في سوء الظن او الاجواء اللي زي دي، لازم تكون واخد بالك جدا. كمان انت عندك هيكون في اشخاص اعداء كتير وعايزين يتدخلوا في شؤونك الحياتية وشؤونك العاطفية عشان يبوظوا الامور الحياتية بتاعتك، فلازم تكون حذر جدا جدا يا برج الدلو. برج الدلو كمان بالنسبة لك انت عندك فيه اشخاص عايزين يسوقوا سمعتك، عايزين ان هم يطلعوك بمظهر مش لطيفة. حاول على قد ما تقدر انك تتجنب اصلا التفكير في الناس دي، وانك تتجنب ان انت تتعامل معاهم عشان ما يجوش يقفوا قدامك في اي حاجة. انت محتاج بالفعل تعمل ده جدا جدا. برج الدلو، لما نيجي نتكلم على التأثيرات المتواجدة من خلال حركة الكواكب، احنا عارفين ان الشمس هتكون موجودة في برج العقرب وكمان كوكب الزهرة، هي دي المشكلة بالنسبة لي. انا اتكلم على الحاجة المهمة قوي قوي او اللي ليها تأثير بالنسبة لي قوي. احنا عندنا كوكب الزهرة هيكون موجود يوم 6 في برج الجدي، وده بالنسبة لنا شيء مش لطيف بالمرة. يعني لازم اكون حريص اكثر فاكثر في ان انا هيبقى عندي اعداء، في بعض المشاكل، في بعض الخلافات، في ان انا متسرع، في ان انا هكون هجومي. انت نفسك برج الدلو هتلاقي نفسك كده، فهتلاقي نفسك ان انت ماشي بالخطوات دي. طبعا فيديوهات النصايح والتحذيرات لازم تكون واخد بالك كتير منها لانها مهمة جدا 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 خاصة لبرج الدلو. طيب بالنسبه لي ان انت كنت هتبقى سريع وي ده بسبب ان انت كوكب الزهرة يبقى موجود في برج الجدي، لكن كوكب عطارد اللي موجود اول 6 ايام او اول 5 ايام موجودين في برج الميزان، ومن يوم السادس بيكون موجود في برج العقرب. انت عندك اول اسبوع من اروع ما يكون، لازم تستغله، لان مش كوكب عطارد بس اللي هيكون متواجد كده، لا كمان برج القوس هيكون فيه كوكب الزهرة وبعد كده برضو بينتقل. فانت عندك اول اسبوع في فرص قوية جدا جدا، تأملنا جدا جدا الفترة اللي بعدها. يعني الفترة اللي هي بتاعت اول اسبوع تأمن كتير اصحاب برج الدلو في خلال الفترة اللي هتأمنهم الاسبوع التاني والاسبوع التالت كتير. فاحنا محتاجين يا برج الدلو ان احنا نكون واخدين بالنا من ان احنا عندنا اسبوع ايجابي يجب استغلاله فوق ما تتخيل. طيب بالنسبة كمان يا برج الدلو للوضع المهني بقى، يعني نتكلم على الاختصاصات اكتر، الوضع المهني، الوضع العاطفي الى اخره. الامور المهنية بالنسبة لك انت عندك على فكرة في انشغال بامور مهنية قوية جدا وحالة من التحدي في الامور المهنية. انت بتتحدى اشخاص او عايز تثبت نفسك قوي، عايز تثبت ان انت اقوى، انك احسن، انك افضل ضد اعدائك. يعني عندك اعداء انت عايز توريهم ان انا انتوا اعداء، انما انا حد كويس كتير وانا ناجح كتير. فانت بتحاول تطور من نفسك جدا في الشأن المهني، مهتم كتير بشغلك، مهتم كتير بانك تحصل على ترقية، مهتم كتير بانك تكبر بمكانتك المهنية، مهتم كتير انك تعمل مشروع خاص. برج الدلو اذا انت عندك الوضع المهني اكثر من رائع، بس في بقى بعض العكوسات شوية، بمعنى ان ممكن حد يبقى بيعترض طريقك او عايز ان هو يوقعك في مشكلة او يضغط عليك اكتر او ان هو بيسيء لسمعتك. حاول على قد ما تقدر ان انت ولا كأنك شايف او سامع الكلام ده، لا حاول ان انت تكون منطلق بإيجابية اكثر مع نفسك. طيب بالنسبة كمان للنقطة التانية وهي الامور المالية، في فلوس حلوة بالنسبة لك، في اشخاص هيبقوا بيساعدوك بالمال كتير، في اشخاص بصن لك في مالك كتير، في اعداء حوالين الامور المهنية والامور المالية جدا من يوم 6. فحاول على قد ما تقدر ان انت تبعد كل الحساد عنك، كل الحاقدين عنك، كل المقوماتية عنك، كل الاشخاص الغلوية عنك. طيب بالنسبة كمان يا برج الدلو للامور العاطفية، الوضع العاطفي عندنا هو برضو اول 5 ايام
ايجابي. لكن فيما بعد ده بيتك ال 12، ان كوكب الزهره بيروح بيتك ال 12، وده بالنسبه لك ان انت هيكون في اعداء كتير في المنطقه العاطفيه. وخلي بالك اكثر فاكثر انك تحب عدوك، ان قلبك يروح لشخص يؤذيك نفسيا فيما بعد، ان انت تحب شخص هو يتعبك، او الشخص الغلط بمعنى اصح. احذر كتير من النقطة دي، واحذر كتير من الاشخاص الاعداء اللي هم عايزين يبوظوا علاقتك العاطفية، ان انت تبقى يزروك بمظهر غير لائق، او يخلوك انك تتنرفز او تتبع بعض القرارات او الخطوات السلبية، فبالتالي يوقعوك في الشريك بمعنى اصح. لازم تكون حذر جدا جدا بصراحة. فاذا دي اول حاجة من الامور العاطفية. الناس اللي هم مش مرتبطين، الناس اللي هم مش مرتبطين انت عندك في اجواء اقدر اقول ان هي لطيفة كتير، اشخاص عايزة تقرب منك، اشخاص معجبين بيك كتير يا برج الدل، ولكن هيكون عندك اشخاص عايزين يعرفوا حقيقتك بمعنى. يعني انت في اشخاص اتكلموا في حقك او اتكلموا كتير ضدك، الا انك يا برج الدل هتكون عندك فكرة اللي هو انتوا بتعملوا كده ليه؟ فكرة ان انت عايز تثبت نفسك اكتر، فكرة ان انت بتحاول تهتم بشكلك اكتر كنوع من انواع الرد، مهتم بشكلك اكتر، مهتم بمظهرك جدا، مهتم بجمالك كتير. فبيبدأ الجنس الاخر اللي بيشوف الكلام اللي بيتقال عليك بيبدأ انه يراقبك عشان يعرف الكلام ده بجد ولا لا، بيبدأ ان انت تبقى مثير بشكل قوي قدامه، او بتثير انتباهه على الاقل بشكل قوي. ما هو مصائب قوم عند قوم فوائده، يعني هنا اللي يتكلم عليك واللي يسيء فيك كتير، ويجي لك اللي عايز يعرف انت قد الكلام ده ولا لا، او انت زي ما بيقولوا ولا لا. فيبدأ طبعا يلاقيك انك مش زي اللي ما بيقولوا، فبتبدأ المشاعر والبدايات العاطفية تحصل. اما بالنسبة للناس اللي هم مرتبطين والناس المتجوزين، لو مرتبطين بأبراج مائية فهيكونوا عايزين يصلحوا معاكم جدا، وعايزين يقربوا ويعملوا علاقات وطيدة ما بينكم وما بين بعض. كمان الأبراج الهوائية فبرضو نفس الكلام، الا ان انت برضو هتكون مندفع وكثير الأخطاء، ممكن تكون الأخطاء السريعة وكمان اللي هي الهامشية بالنسبة لك. بمعنى ان انا ممكن اكون قاعد في امان الله تقوم انت فاتح مثلا شباك في امان الله، يعني وهو وانت مثلا مش عايز ان يتفتح فيها شباك، حاجة ليها علاقة بحاجات تفاهة، بس في نفس الوقت بتثير عصبية اللي قدامك. يبقى مثلا زوجك او جوزك بيبقى قاعد يتفرج على الماتش، وحضرتك هف عليك تشوف المسلسل بدأ ولا لا، فنبدأ خناقة، نسيب الماتش ونقعد نتخانق، ما هو احنا ورانا حاجة غير كده. فالمهم يعني فانت عندك ده كتير يا برج الدلو، عندك حاجة ليها علاقة بالمظهر ده، اللي هو انك سريع الفعل الخاطئ، انك انت بتعمل حاجة بدون تفكير، بتعمل حاجة مش عارف اللي قدامي هيشوفها ازاي، او هيفكر فيها ازاي، او بيكرهها ولا بيحبها اصلا. فانت عندك النقطة دي كتير. طيب انا بقى عايز اقول لك عليه، ان انت هتكون برضو من النوع اللي بتسأل الحبيب كتير، انت بتحبني ولا لا، عايز تكمل معايا ولا لا، هو انت مش عارف ايه ولا لا. ما تسألوش الأسئلة دي، ما تسألوش الأسئلة دي خالص خالص، لأن دي نوع من أنواع عدم الثقة، فخلي بالكم كتير. طيب بالنسبة كمان يا برج الدلو للناس المنفصلين، هل هيكون بالنسبة لنا في رجوع ولا الدنيا بتبقى ماشية عاملة ازاي؟ بالنسبة لي المنفصلين انت عندك رجوع مع الأبراج المائية، لكن مع الباقي في نوع من أنواع الضغط شوية. والأبراج النارية برج الأسد والحمل، ومن الأبراج الهوائية برج الميزان والجوزاء، يعني مش الدلو اللي زيك. فانت عندك مجموعة من الأبراج اللي هيكون فيها نسبة رجوع قوية جدا 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 جدا، إلا إن نسبة الرجوع دي موجودة يعني مش ظاهريا، مش هتبقى فعليا، يعني الرجوع مش فعليا الا الاسبوع الاول والا الاخر 10 ايام من الشهر ده. هنا اكتر فترتين هيكون فيهم نسبة رجوع قوية. طبعا التوقعات الاسبوعية بنتكلم على كل الامور بشكل تفصيلي اكتر، وهوضح لكم، لان احنا عندنا عامل الايام نفسها هيبقى بيتغير خلال الشهر ده. عشان كده قلت لك احنا عندنا شهر ايجابي جدا جدا، بس محتاج كتير من التظبيطات، لان انت عندك في تاثيرات مش الطف حاجه. او وجود الشمس اصلا في برج العقرب ده بالنسبه لك على الخريطه الفلكيه امر معاكس نسبيا، يعني مش اللي هو بيعكسك، يعني حاجه هتبقى صعبه او سلبيه قوي قوي، لا،
معاك تأخير، تأجيل، كلام بيتقال، أعداء كتير، حسد، حقد، فعليا أن أنا أسمع فيديو النصايح كتير، وأول أبراج اللي هعملها فيديوهات لنصايح برج الدلو. عامة أنا مش عايزة أطول عليكم أكتر من كده، بس خليني أنا أقول لكم الأمور الصحية هيكون بالنسبة لك في استشفاء أو محافظة على صحتك بشكل قوي. بتحاول تتجنب الدور البرد، بتحاول تتجنب أن أنت تبقى عندك أمر معدي، بتحاول تتجنب الأمور الصحية السلبية. عامة أنا بشكركم كتير وبتمنى أني أكون فدتكم. ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.